السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 12 من الشابيخ ديال لامبو سيغ لو غوفوني الموديول الفيسكاليتي، وبالضبط غادي نخدمو اليوم اكسيرسيس رقم 3 على ليير بروفيسيونيل للطالبة على المداخل المهنية. كنا شرحنا ليير بروفيسيونيل في الفيديو رقم 9 لابارتي تيوريك، خدتنا شوية ديال الوقت شرحناه من ا حتى زد. خدمنا عاوتاني في الاكسيرسيس رقم 10. الاكسيرسيس رقم 1 عنده علاقة بالنظام النتيجة الصافية الحقيقية الاغانيغ. الفيديو رقم 11 درنا عاوتاني نفس لو ريجيم غير هو باكسيرسيس واحد اخر، اكسيرسيس رقم 2 ركزنا على الاغانيغ لانه هو اللي كيتحط بزاف في الامتحانات، عنده علاقة كيشبه بديك الطريقة اللي خدمنا بالريزولتا فيسكال في الشابيتخ ديال الياس. اوكي، الفرق الوحيد بين اغينير والشابيتخ ديال الياس هو اي شارج تيغنا، اي شارج عنده علاقه بالبرينسيبال اسوسي لو مونطون. غير نشوف شي جمله ديال شارج عندها علاقه بالبرينسيبال اسوسي كنغيانتغري لو مونطون كامل، سي بون. علاش ما خدمناش الاغينيس؟ لانه بحالو بحال الاغينير، غير الاغينيس جا واحد النظام ديال المحاسبه كيبسط ليا نظام النتيجه الحقيقيه اللي هو الاغينير. الفرق بيناتهم هو دوك لي بروفيزيون. لي بروفيزيون هنا في الاغينير كنتفكروا القانون شنو تيقول في لي بروفيزيون، بحالو بحال الشابيتر ديال الياس، وكنديروا القانون اللي تيقول لنا. هنا في الاغانيس غير نشوف بروفيزيون كنغيانتغري لو مونطون كامل، غير نشوف عاوتاني اي حاجه عندها علاقه بالبرينسيبال اسوسي كنغيانتغري لو مونطون كامل، غير نشوف شي حاجه عندها علاقه بالديفيسيت اونتيريور كنبون ما كنستافدش من داك النقصان الغيانتغراسيون، ما كنستافدش من لو مونطون ديال لي ديفيسيت اونتيريور، سي بون. سيرتو ملي كنتقل من ريزولتا فيسكال بروت ريزولتا فيسكال نت. الناس اللي متبعيني راه كيوصلوا هاد المعلومه هادي كتوصلهم فاسيلمون، كيفهموني شنو تنقصد دابا. اوكي سيدي، دونك اليوم غادي نركزوا على نظام الربح الجزافي. قلنا اللي تيفرق بيناتهم هو عينيك مباشره كطيح على لو شيفخ دافير ديال كود لا اكسيرسيس، من خلال داك لو شيفخ دافير اللي عطاوكم في الاكسيرسيس كتعرف اش من ريجيم غتبع. لنفرض عطاوك واحد لو ريج واحد لو شيفخ دافير قل من مليون ديال الدرهم، واش غتطبق عليه الريجيم ديال الاغينيغ؟ لا، مستحيل، ما يمكنش، والا ليكسيرس غنكون لك غلط. غتطبق عليه الاغينيغ؟ ما يمكنش. دونك غتطبق على حسب لو شيفخ دافير اللي كيتحكم منا هنايا، سي بون. الا عندي شيفخ دافير قل من 500000 درهم كنطبق عليه نظام المقاول الذاتي، سي بون، مفاهمين؟ دونك شنو قلنا؟ قلنا لو شيفخ دافير هو اللي كيحدد ليا المسار باش نلقى لا سوليسيون ديكسيرسيس ديالي. اوكي، هادشي كنت شرحتو بامال دو فوا. اليوم لنفرض عندي واحد لونتربريز لو شيفخ دافير ديالها قل من مليون ديال الدرهم، اوتوماتيكمون خاصني نكون عارف لا فورمول ديال البينيفيس فورفيتار كيفاش نحل هاد الدوريتم هذا. اوكي سيدي، نبداو على بركة الله. عندي واحد لونتربريز اللي هي اونتربريز اكس، لو شيفخ دافير ديالها تينقسم ليا على جوج ديال لي زاكتيفيتي. اوكي، دونك نفس لونتربريز كدير ليا جوج لي زاكتيفيتي. لاكتيفيتي الاولى ديالها فونت دو برودوي اليمونطاسيون جين، يعني عندها اكتيفيتي كوميرسيال كتبيع لنا المواد الغذائيه، سي بون، دي برودوي داليمونطاسيون جينيرال. وعندها اكتيفيتي وحده اخرى كتقدم لنا خدمات بريستاسيون سيرفيس على شكل خدمات ديال الترونسبور، سي بون. لو شيفخ دافير اللي حقاتو نسبه المبيعات اللي حقاتو من بيع المواد الغذائيه هو 800000 درهم. اوكي، لو كويفيسيون كيكون معطي لكم في الامتحان، معطي لكم في الاكسيرسيس. لنفرض هاد لونتربريز اللي عندنا لو كويفيسيون ديالها 20% بالنسبه لبيع المواد الغذائيه، دونك اسي لونتربريز بوندون لاني كامله حققتي واحد نسبه المبيعات القيمه ديالها 800000 درهم بواحد لو كويفيسيون اللي كينطبق عليك 20%. اوكي سيدي، اوكي. الخدمات بريستاسيون سيرفيس على شكل ترونسبور
ربحات منه العام كامل 180,000 درهم. الكويفيسيون حتى هو تيكون معطي لكم داكشي باش نقول لكم بينيفيس فورفيتير راه ما كاينش مسهل منه. القيمه ديالو 15%. سي بون اوكي سيدي. قال لك هاد لونتربريز هادي المقر اللي كتبيع فيه لي برودوي اليمونطاسيون جينيرال البيع المواد الغذائيه تقام عليها الكرا ديالو الكرا ديال المحل لا فالور لوكاتيف بوندون لاني كامله 40,000 درهم. الكويفيسيون ديالها تيكون معطي لكم حتى هو 5%. اوكي سيدي. المقر ديال الترونسبور اللي كتقدم فيه لي بريستاسيون سيرفيس الخدمات هو 15,000 درهم الكرا بوندون عام كامل. الكويفيسيون ديالو 4. تيقول لك طرافاي افير سمحوا لي هذه راه غلطه كانت مجبتها من ليكسيرسيس اللي فات بقات مقيده عندي. دون ديتيرميني لا باز دونك لا باز امبوزابل سي بون. وهنا غاتكالكولي ليا سي بون. دونك غادي نحدو لا باز امبوزابل اون ميم طون غنحسبو لي يردو. اوكي كيفاش كنحسبو؟ بهذه الطريقه هذه. مي كنشوفو البينيفيس فورفيتير يعني هو نظام ربح جزافي كنعتمدو على لو شيفخ دافير. لو شيفخ دافير كنضربوه فاش في الكويفيسيون اللي مقابل معاه. اول حاجه خاصنا نفكرو نحسبو جوج ديال الحوايج البينيفيس فورفيتير والبينيفيس مينيموم. البينيفيس فورفيتير هو هذا كنشدو لو شيفخ دافير كنضربوه في الكويفيسيون المقابل معاه. لي بينيفيس المينيموم يعني اقل المساهمه ديال الضريبه اللي ممكن تساهم بها هو القيمه ديال الكرا بوندون عام كامل مقابل كضربها في الكويفيسيون ديالها. الكبير فيهم هو اللي كنخبو سي بون. الكبير فيهم هو اللي كتخلصو بطبيعه الحال. دونك بينيفيس فورفيتير كيساوي شيفخ دافير فوا كوفيسيون. مي كيخرج لك هاد البينيفيس فورفيتير كتشوفو اش من طرونش هو كاين في البارين ديال الليير سي بون. دونك البينيفيس فورفيتير كضربو في لو طو دو بارين وتنقص منو السوم غادي دوير. حسبتي ليا البينيفيس فورفيتير غتحسب ليا عاوتاني بينيفيس مينيموم اقل المساهمه ممكن تساهم بها كشلد ضريبه سي بون. اوكي بحال الديكور ديال مول الحانوت باغ اكزومبل. مول الحانوت اما كيديكلاري بالشيفر دافير ديالو يعني بشحال باع بوندون لاني كامله كيضربو في لو كويفيسيون ديال صحاب مالي الحانوت. اوكي الا ما بغاش كيحسب عاوتاني البينيفيس مينيموم كنشوفو فين المقر ديال داك مول الحانوت. واش في منطقة شعبية؟ واش في منطقة راقية؟ ديجا مديرية الضرائب عارفة كل سيكتور بشحال القيمة ديال الكرا ديالو. اوكي دونك البينيفيس مينيموم كنشوفو بشحال التكرا الحانوت ديالو بوندون لاني كاملة كنضربوه في الكويفيسيون كيكون معطي ليكم في الجهات. ساهل بينيفيس فورفيتير سي بون. اوكي نفس الديكور فالور لوكاتيف كنضربوها هاد لو مونطون لي تخرج ليا هنا كنضربو في لو طو دو باريم كنقص منو لا سوم غادي دوير. نديرو لا سوليسيون. قلنا بان هاد لونتربريز عندها جوج ديال لي زاكتيفيتي. اوكي لاكتيفيتي ديالها كتبيع لنا المواد الغذائيه ربحات ليا منها بوندون لاني كامله 800,000 درهم كنضربوها في 20% تيخرج عندي البينيفيس فورفيتير 160,000 درهم. لاحظتي معايا ساهله ما فيها لا نظام المحاسبه ما والو ما فيها لا طابلو دغيا انتيغراسيون دي ديكسيون ما شي حاجه ساهله. شيفخ دافير فوا كوفيسيون شي كلشي تيكون معطي لكم. اوكي دونك هادي قلنا نفس لونتربريز يعني خاصنا نلقاو التوتال ديال لي جوج دي زاكتيفيتي ديالها. بالنسبه للبريستاسيون سيرفيس على شكل خدمات ديال الترونسبور حققت منه ربح 180,000 درهم كنضربوها حتى هي في الكويفيسيون كتخرج ليا 27,000 درهم. دونك التوتال ديال البينيفيس فورفيتير 160,000 درهم زيد على 27,000 درهم تخرج ليا 187,000 درهم. اوكي اوكي سيدي دابا حسبنا البينيفيس فورفيتير. القانون تيقول ليا وحسب ليا المساهمه القليله البينيفيس مينيموم. هنا كنمشيو على الفالور لوكاتيف بشحال كان كاري هاد السيد هذا بوندون لاني كامله في البيع المواد الغذائيه تقام عليه الكرا 40,000 درهم كنضربها في الكويفيسيون تكون في ليكسيرسيس. دونك الفلوس تقامت عليه 200,000 درهم كفلوس كنكرا خلصها من جيبو 200,000 درهم بوندون لاني كامله القيمه ديال الكرا. اوكي دونك سيرفيس ترونسبور فورني الكرا تقام عليه فالور لوكاتيف 15,000 درهم العام كامل
كوفيسيون المقابل ديالها هو 4 دونك لو مونطو خرج ليا 60000 درهم دونك البينيفيس مينيموم اللي ممكن يساهم به كلا باز امبوزابل دابا غير باز امبوزابل كنحسبو هي 60000 درهم دونك 200000 درهم زائد 60000 درهم هي 260000 درهم هنا القانون تيقول لك خاصك تقارن لا ديفيرونس شكون اللي كبر فيهم اللي كبر فيهم هو اللي غتخلصوكم ليغ دو دونك اللي كبر فيهم واش البينيفيس فورفيت ولا البينيفيس مينيموم كتلقاو اوتوماتيكمون البينيفيس مينيموم هو اللي خاصو يخلصو ويديكلاري على شكل ليغ دو يديكلاري على شكل انه الضريبه خاصو يخلصها في الاخر ديال العام دونك لقينا بان البينيفيس مينيموم في هاد ليكسيرفيس هو اللي خاصو يتخلص دونك كنشوفو اش من طرونش كاين في الباريم ديال ليير دونك 260000 درهم ضرب 4 في 38% حيت 260000 درهم الى مشيتي للباريم ديال ليير غتلقاها هي اخر طرونش كاينه دونك كنضربها في 38% ننقص منها لا سوم غادي دوي غتخرج ليا لو مونطون ديال ليير اللي خاصو يخلص هاد السيد وبين هاد مول الحانوت ولا هاد لونتربريز 74000 درهم و 400 سي بون سهله هادي دونك البينيفيس فورفيتير ما كاينش مساهم منه الخدمه اللي صحيحه فين كاينه هي في لو ريجيم ديال ار ان ار لو ريجيم ديال ار ان ار ماشي حتى الار ان اس الار ان ار هو الناس سي بون هو اللي كنتبازاو عليه بحالو بحال الشابيط ديال الياس اللي كنخدمنا فيه بزاف ديال الخدمه الفرق بيناتهم هو برينسيبال اسوسي كي تري انتيغرا في الار ان ار اوكي اوكي سيدي اوتو انتربرونور لان فريد لقيتي شي اكسيرسيس واخا مستحيل تلقاو لانه ما كاينش ما سهل من نظام مقاول الذاتي تكريه في 2014 بالنسبه للناس اللي كيبريكيولو عندهم حرف عاديه كيدخلوا واحد لو مونطون قليل قل من 500000 درهم في العام بالنسبه للناس اللي كيبيعوا ويشريو في لي زاكتيفيتي ارتيزانال لي كوميرسيال لي اندستريال اوكي بالنسبه للناس اللي تيقدموا البريستاسيون سيرفيس لو شيف دافير ديالهم قل من 200000 درهم بالنسبه للناس اللي عندهم بروفيسيون ليبرال ما داخلينش في هذا لو ريجيم ديال اوبو انتربرونور النظام المقاول الذاتي ما عندوش الحق يستافدوا اوكي دونك كنهضروا على الناس اللي عندهم مهنه باقا صغيره خدام ديال راسو عشوائي اجي اول الناس قاد ورقاتك خد البطاقه ديال المقاول الذاتي تسجل في نظام المقاول الذاتي وخدم قانوني حتى تولي تري الفاكتور وغتخلصنا غير واحد النسبه ديال الضريبه قليله وانت خدام قانوني ما تحتاجش نديرو عليها اكسيرسيس كنشوفو لو شيفر دافير راه سي نورمال في ليكسيرسيس تلقاه قل من 500000 درهم كضربها في 0.5 هادي هي المساهمه لاحظتي 0.5 راه لا شيء يعني بحال كتساهم في الضريبه وليتي قانوني خدام اوكي دونك لو شيفر دافير في 0.5 كيخرج ليا لو مونطون اللي غنخلص للضريبه اوكي اوكي سيدي شيفر دافير قل من 200000 درهم بالنسبه للبريستاسيون سيرفيس فيما سمع بريستاسيون سيرفيس ولو شيفر دافير ديالها قل من 200000 درهم دونك عندها علاقه بنظام المقاول الذاتي كنشد لو شيفر دافير كنضربو في 1% صافي هادشي اللي كاين سي بون دونك الحمد لله دابا نتمنوا نكونوا سالينا الضريبه المهنيه ليغ سور ريفوني بروفيسيونيل الفيديو البروشان ان شاء الله باذن الله غنبداو الريفوني اغريكول دونك كان معكم امين اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.